مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج ملفات. حلقه الليله من برنامج ملفات هتكون مخصصه للحديث عن جهود الهلال الاحمر المصري في مواجهه الموجه الثانيه من فيروس كورونا، حيث يواصل الهلال الاحمر المصري تنفيذ حملات ميدانيه لمواجهه الموجه الثانيه من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 من خلال فرق ميدانيه منتشره على مستوى الجمهوريه تقوم بعمليات تعقيم وتطهير مؤسسات الدوله التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الاسر الاكثر احتياجا. للحديث بشكل اكثر تفصيلا حول هذا الموضوع يسعدنا ان يكون معنا الليله داخل الاستوديو الدكتوره سلمى سلوك مدير وحده التوعيه الصحيه بجمعيه الهلال الاحمر المصري. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. اهلا بحضرتك. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لنبدا لقائنا داخل الاستوديو. انتباه، مستقبلنا وحياتنا بين ايدينا واحنا جزء كبير من العلاج. خلي بالك علشانك وعلشان خاطر ولادك. ان شاء الله هنعبر هذا التحدي وتنجى مصر بفضل الله وشعبها من اثاره. بلدك بتعمل اللي عليها وانت كمان اعمل اللي عليك. الدكتوره سلمى سلوت مدير وحده التوعيه الصحيه بجمعيه الهلال الاحمر المصري، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. يعني ايه ابرز الاجراءات التوعويه التي بتتخذها الهلال الاحمر منذ بدايه ازمه كورونا؟ الحقيقه ان من قبل دخول الحالات او بدايه وجود حالات في مصر ابتدى الهلال الاحمر المصري يخطط ل ازاي هنتصرف في حدوث السيناريوهات المختلفه للازمه. فبدأنا نعمل اجتماعات مع الجهات المعنية وكمان مديرين الفروع من كل فروع الهلال الأحمر المصري في 27 محافظة عشان نحط خطة استجابة ونشوف ايه استعداد كل الفروع في كل المحافظات للاستجابة للأزمة. خطة الاستجابة بالظبط. فبدأنا نقول ازاي ننشر الوعي، ايه هو اصلا فيروس كورونا وايه ازاي ممكن نمنعه، طب ازاي نعرف نشخصه، كل ده من قبل وجود اي حالات او اعلان وزارة الصحة المصرية عن وجود حالات في مصر. مع بداية الازمة بدأنا الناس بقى عندها اسئلة كتير، وخصوصا ان احنا بنحب ان ننشر الرسائل بنعتبرها فعل خير فبينتشر معاها الشائعات اسرع. فبدأنا نستجيب ل ايه المعلومات الصحيحه، ايه المعلومات الخاطئه، ايه الفرق بين انفلونزا الموسميه وفيروس كورونا، ازاي نقدر نحمي نفسنا ونحمي اللي حوالينا من فيروس كورونا، طب هل لو حصل عدوى ازاي نقدر نحمي الاشخاص اللي في البيت، امتى لازم نروح للمستشفى. كل دي كانت في رسائل بنطورها مع تطور الموقف، و بنحاول كمان نوصل لكل المستفيدين او المجتمعات اللي احنا بنشتغل معاهم. ومهم جدا ان احنا ترجمنا الرسائل التوعويه للغات مختلفه، انجليزي وفرنساوي وكمان لغات افريقيه، لان من ضمن الناس اللي احنا بنوصل لهم هم اللاجئين والمهاجرين اللي عايشين في مصر، ومنهم مهاجرين من الاصل الافريقي ودول مش بيتكلموا عربي او انجليزي، فدول اللي احنا بنسميهم ايه بيبقوا بيتنسوا وقت الازمات. فمهم جدا ان احنا ترجمنا الرسائل التوعويه للغتهم علشان يقدروا يعرفوا احنا فين، احنا ليه قاعدين في البيت، احنا ليه مهم ان احنا نلبس الكمامه، مهم حاجات بسيطه زي ان احنا غسيل الايد. الناس تقول ده احنا موسوسين، لكن ان فعلا حاجه بسيطه زي دي ممكن تساعد في الحد من انتشار العدوى. فده كان من اهم الحاجات اللي اتعملت في التوعيه بفيروس كورونا. حضرتك قلتي ان في شائعات، ازاي بترصدوا هذه الشائعات بدايه وازاي بتقدروا انكم تواجهوها؟ الحقيقه احنا بنرصدها من شغلنا مع المجتمعات المحليه، ان احنا بنشتغل في حمله توعويه وبيجي لنا اسئله، الناس بتسال عن يا اما طرق مختلفه للعلاج، يا اما اصل ده ما بيصيبش الشباب، اصل ده ما بيصيبش الاطفال. فالرصد بيبقى اساسا من ردود فعل المجتمعات، واحنا عندنا كذا منصه، يا اما مع المجتمع نفسه، يا اما الجروبس الواتساب وصفحه الفيسبوك بتاعه الهلال الاحمر المصري. فرصد الشائعات بيبقى ردود افعال من المجتمع، وبنقدر نصححها عن طريق الاعتماد على المصادر الموثوق فيها. ودايما احنا بنأكد على المثقفين الصحيين بتوعنا، فرق التوعية الصحية، ان احنا يا اما اقول معرفش، يا اما اقول هرجع واقول لك، يا اما بنعتمد على المصادر الموثوق فيها
زي وزارة الصحة المصرية، زي موقع منظمة الصحة العالمية، زي المواقع الموثوق فيها اللي هي بتعتمد على المعلومات الصحيحة 100% لتصحيح الشائعات الموجودة عند الناس. نعم مشاهدينا، نتوقف مع هذا الفصل ونعود لضيفتنا داخل الاستوديو. الهلال الأحمر المصري جمعية وطنية تعمل في مجال الأزمات والكوارث، المحرك الأساسي لها هو مساندة السلطات العامة أثناء الأزمات والكوارث زي أزمة كورونا الحالية. تعمل من خلال 27 فرع من خلال المتطوعين اللي بيفوق عددهم 30,000 متطوع. كان لنا تدخلات في مواجهة فيروس كورونا المستجد سواء في بدايته أو في الموجة الثانية من خلال مجموعة من العمليات زي عمليات التعقيم والتطهير، التوعية الصحية طبعا، الخدمات الصحية، الدعم النفسي الاجتماعي، توزيع المواد الغذائية أو المواد الإغاثية على المتضررين. زاد عليهم في المرحلة الثانية طبعا كان في توسع في عدد الخدمات الصحية المقدمة سواء لمرضى كورونا أو المتضررين من سوء طبعا الاقتصاد أو الناس اللي فقدت أعمالها. كل دوت قامت به جمعية الهلال الأحمر المصري من خلال فروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. الهلال الأحمر المصري عشان يقدر يقدم الخدمات الآتية كان لازم طبعا يبقى فيه تعاون وثيق مع جهاز الحكومة، وده بيتم من خلال فروع الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع جهاز المحافظة، بالتنسيق طبعا مع وزارة الصحة، بالإضافة طبعا إلى المظلة اللي بنعمل من تحتها وهي وزارة التضامن الاجتماعي، دخول للمقرات اللي عليها ترددات عالية عشان نقدر نقوم بعمليات التعقيم والتطهير كان بيتطلب الموافقات، كانت الدولة بتساعدنا كتير إزاي نقدر نعلق البوسترات الخاصة بالتوعية الصحية، دخول المدارس عشان موضوع التثقيف الصحي، كل ده طبعا بيتطلب موافقات وتنسيق مع أجهزة الدولة اللي ساعدتنا، وكانت التنسيقات بتحدث بسرعة وبصورة فورية. جزء من عمل جمعية الهلال الأحمر المصري هو تقديم الخدمات للسادة المعرضين أكثر للخطورة زي دور المسنين ودور الأيتام. من أول ما ابتدت الجائحة كان الهلال الأحمر المصري متواجد في دور الأيتام ودور المسنين، قمنا بتوزيع شنط الحماية الشخصية، عملنا توعية عن المرض بسرعة جدا، ايه الاجراءات الاحترازية للناس لازم تتبعها، عمليات تعقيم وتطهير موسعة، عملنا طبعا خدمات طبية داخل الدور عشان ما ننزلش الناس المسنة بالذات. ده كان في المرحلة الاولى. في المرحلة الثانية علاوة طبعا على التدخلات ديت قمنا بعملية تطعيم الانفلونزا الموسمية لجميع كبار السن، وزودنا عليهم طبعا الايتام. اهلا بكم جديد مشاهدينا. دكتوره سلمى، كنا بنتكلم عن يعني الاجراءات التوعويه اللي بتاخذها الهلال الاحمر المصري منذ بدايه ازمه كورونا، وحضرتك كلمتينا عن ان هناك من يعرف بالمثقفين الصحيين، فحابين ناخد فكره اكتر عن المثقفين الصحيين. تمام. هو الحقيقه ان الهلال الاحمر المصري بيعتمد اساسا على متطوعين المجتمعيين، دول شباب او شابات او الحقيقه من سن التطوع من اول 18 سنه لحد فيما فوق، فهو ناس من المجتمع عندها رغبه ان هي تخدم مجتمع. طب هل احنا بقى دورنا ان احنا نخليهم قادرين على المساعده دي؟ فبيتم تدريبهم على كذا حقبه تدريبيه، منها حقبه التوعيه الصحيه او الصحه المجتمعيه، فبيتم التدريب على مدار كذا يوم على ايه هو فيروس كورونا، ايه الرسائل، اهم الرسائل اللي ممكن نوجهها للمجتمع، ازاي نقدر نساعد الناس على تغيير السلوك، ازاي نقدر نبقى عندنا مهارات تواصل. فحقبة تدريبية بعدها بيبقوا الفريق بتاعنا من المثقفين الصحيين، ودول بعد كده الا زي ما احنا لسه دكتور رامي ناظر كان بيقول ان احنا بنتوجه لمؤسسات مختلفة، بينزل الشباب المتطوعين اللي هم في فريق التوعية الصحية يتكلموا مع الناس عن الموضوع التوعية ويقدروا يجاوبوا على أسئلتهم. في الآخر المثقف الصحي هو مش دكتور، ما عندوش إجابات الإكلينيكية أو الطبية، لكن هو عنده المعلومات السلوكية اللي تقدر تساعد في الحد من انتشار المرض والاستجابة السريعة. فده دور المثقفين الصحيين الأساسي.
ازاي بيتم التواصل بين المثقفين وبين الناس؟ هل هو بيكون عندكم يعني هل هي من خلال منصاتكم ام ان بيتم فيه تواصل بشكل اخر؟ الاثنين. اول حاجه ان احنا بيجي لنا بشكل رسمي ان الجهه الفلانيه عايزه تعمل توعيه صحيه، او احنا بيبقى عندنا خطه للتوعيه بالمناطق او بالمحافظات فبيتم فيها تقسيم الفرق وترتيبها. الشكل الاخر ان هو في الاخر اسمه متطوع مجتمعي، يعني حد من المجتمع هو مسؤول عن التوعيه الصحيه او رفع الوعي في بيته في عمارته في مجتمعه الصغير، فهو بيبقى مسؤول بصفه بشكل شخصي عن التوعيه الصحيه في مجتمعه الصغير، او بشكل رسمي عن طريق تواصل بين الجهات وبين الهلال الاحمر المصري. ازاي بيتم التنسيق مع مختلف قطاعات الدوله لمواجهه فيروس كورونا؟ الحقيقه الهلال الاحمر المصري هو جهاز معاون للدوله كجمعيه وطنيه، بيتم اسناد مهمات ليه عن طريق الحكومه، وهو بيعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع وزارة الصحة. في كل مكان أو كل محافظة بنتدخل بيبقى فيه تنسيق مع المجتمع المحلي أو المحافظة في إدارة المحافظة يعني في المكان ده. دي حاجة مهمة جدا برضو إن إحنا جزء من المجموعة العمل الصحية التابعة لـ UNHCR أو المفوضية الدولية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ودي عبارة عن مجموعة عمل بتجمع كل المنظمات اللي بتقدم خدمات للمهاجرين واللاجئين. فبنشوف احنا بنقدم ايه وبننسق مع بعض ايه الخدمات المقدمة، وبنحاول نكمل الخدمة. يعني احنا بنقدم واحد ومنظمة تانية بتقدم اثنين ومنظمة تالتة بتقدم ثلاثة، فنبقى عارفين بالنسبة للمجتمع ان حضرتك هتقدر تكمل واحد اثنين ثلاثة من عن طريق الـ 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 السكة دي او المنظمات دي. مهم جدا برضو ان التنسيق ده بيخلي فيه تبادل للمصادر، يعني مثلا احنا الهلال الاحمر المصري لما قام بترجمه الرسائل فوفرنا بعض من المجهود والعمل على منظمه اخرى برضو تتعامل مع اللاجئين. والعكس صحيح، يعني حد مشي خطوات في سكه فاحنا ما نمشيش نفس الخطوات تاني. فالتنسيق مع سواء مع الجهات الحكوميه او مع المنظمات الاخرى اللي بتشتغل مع المجتمعات مهم جدا 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 في تدخل وقت الازمات. ايه المنظمات الاخرى اللي انتم بتتعاونوا معاها او بتنسقوا معاها حتى لا يتدخل العمل بينه وبين بعض؟ الحقيقه ان احنا عندنا منظمات على مستويات مختلفه، يا اما الحكوميه او منظمات التابعه للامم المتحده المختلفه او المنظمات الدوليه او المحليه. مش مهم، لا مش مهم، مش مهم الاسماء، لكن هناك منظمات كثيره سواء محليه او بالزبط. او دوليه. طيب ايه الخطه اللي تم اعدادها لمواجهه فيروس كورونا المستجد؟ الحقيقه ان الخطه وضعت من اول الازمه وبيتم تطويرها في الاستجابه مع تطور الازمه، من اول التوعيه الصحيه للتدخل وقت بالخدمات الصحيه. يمكن مستشفيات العزل هي تابعة لوزارة الصحة، لكن احنا بنتدخل بالخدمات الصحية في المساندة، بمعنى ان مستشفيات العزل مستشفيات وزارة الصحة المصرية اللي تحولت لمستشفيات عزل، فالناس اللي كانت بتروح المستشفى دي ما بقاش عندها يمكن مكان تروحه، او الناس خايفة ان هي تروح المستشفيات بسبب العدوى، او ان هي خايفة تتعرض للفيروس. فاحنا هنا بنيجي نعمل القوافل الطبية او العيادات المتنقلة بحيث ان احنا نحاول نقرب للناس في مكان اقامتها، ونقلل فرصة تعرضهم للعدوى. فده التدخل مهم جدا في الخدمات الطبية في أزمة كورونا، هو الوصول بالخدمات الطبية. طبعا بتبقى خدمة متكاملة سواء كشوفات أو تحاليل أو تقديم العلاج كمان، علشان نحاول نوصل للناس ما يتأثرش أصحاب الأمراض المزمنة مثلا أو الحالات الطارئة من إن هم مش عارفين يروحوا المستشفى وما عندهمش وصول للخدمات الطبية. احنا متوقف مع هذا الفاصل وبنعود مرة أخرى لحوارنا.
خطط تفصيلية لمواجهة جائحة كورونا من خلال تقديم برامج تدريبية دورية للعاملين بالهلال الأحمر، إلى جانب التوعية وتعميق الوعي لدى المجتمع بالمخاطر المحتملة للحد من العدوى. احنا هنا في مركز عملية الطوارئ بالهلال الأحمر المصري، المركز العمليات بيعمل 24 ساعة على مدار 7 أيام طول الأسبوع، بيمعني بتلقي البلاغات من كافة الجهات والأفراد والجهات الحكومية والأفراد لو في أي حادث كبير، لو في أي بلاغ. كمان بنستقبل بلاغات اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات اللي موجودين في مصر. نتلقى البلاغات هنا من خلال التليفون خط الساخن 15-3-22، نتلقى كمان من خلال اللاسلكي من أفرع الهلال الأحمر المصري الموجودة في كل المحافظات. احنا يعتبر احنا لينا متطوع في كل منطقة في مصر حاليا، يعني زي ما اقول متطوع في كل شارع عامة. فاحنا لو حصل اي كارثة فاحنا بالطبع بنوجه اقرب متطوع من الحدث الى مكان الحدث عشان يعرف تقييم الوضع عامة والوضع محتاج ايه بالظبط ويبلغنا عشان نقدر نتدخل بشكل فوري على طول. مجموعات من الاعضاء والمتطوعين والشباب يعملون على مدار اليوم الى جانب تنفيذ تدريبات للكوادر الاداريه والطبيه العامله في الميدان على كيفيه التعامل مع الحالات المصابه. هو عامه احنا سرعه الاستجابه عندنا بتكون في نفس اللحظه، يعني مثلا ان احنا بنتلقى البلاغ سواء كان التليفون او اللاسلكي او ايا كانت الطريقه اللي بنتلقى بيها البلاغ، ساعتها بيتم ارسال المتطوع زي المتطوع في كل شارع يعمل تقييم للوضع الموجود هناك وبناء عليه بيتم التحرك فورا. انا هنا متطوعه في غرفه العمليات، كل شغلي عباره عن داتا انتري او تلقي بلاغات، بتعامل مع كل الفئات الموجوده سواء لاجئين او مصريين، بتعامل معاهم نحدد هم محتاجين ايه بالظبط ونتعامل بقى على حسب احنا هنتصرف ازاي او هنحدد الاستماره ونحدد ازاي هنوجه فريق الطوارئ ليهم. فرق متطوعه مدربه وفق معايير عالميه على اعمال التعقيم والتطهير المختلفه، الى جانب تقديم مساعدات ماليه وغذائيه ودوائيه للاسر والقرى الاكثر احتياجا التي تاثرت بتداعيات انتشار الفيروس. أهلا بكم من جديد الدكتورة سلمى سلوت، مدير وحدة التوعية الصحية بجمعية الهلال الأحمر المصري. أهلا بيكي. وإحنا كنا بنتكلم عن يعني أنه جمعية الهلال الأحمر المصري تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وأيضا هي بتتعاون مع وزارة الصحة بالتأكيد في أزمة كورونا. بقية التعاون مع بقية الوزارات بيكون إزاي لمواجهة هذا الفيروس؟ الحقيقة أن إحنا بنتعاون مع كافة الجهات الحكومية من أجل الخدمات، سواء مثلا وزارة الصحة لازم عشان نتدخل في كل محافظة، بنتواصل مع وكيل وزارة الصحة في المحافظة دي عشان هم بيبقوا أدرى ناس عشان يقول لنا احتياجات المحافظة ليه، لأن هم اللي بيبقوا عارفين إيه هم ناقصهم إيه وإيه التدخل اللي هيبقى ملموس أكتر بالنسبة للمحافظة. فده بالنسبة لوزارة الصحة، فالتدخلات بتختلف من مكان لآخر على حسب احتياجات المحافظة ومكانها والمتطوعين اللي موجودين فيها، كمان بندربهم على حسب احتياجات المحافظة. بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي، احنا بنعمل مباشرة معاها تحت المظلة بتاعة الوزارة، فبنبقى في تنسيق مع مين المستحقين او الناس الاكثر احتياجا لتلقي الحزم الغذائية او الغير غذائية او ادوات النظافة الشخصية. فكل ده بيبقى لازم ننسق مع الجهات المعنية اللي موجودة في كل مكان عشان نقدر نوصل الناس المستحقة للمحافظة للمساعدة. طب اتكلمينا اكتر عن توزيع المساعدات، ازاي بتوصلهم للجهات الاكثر احتياجا وبتوزعوا عليها ازاي؟ من خلال شغلنا مع المجتمعات دايما بنتعاون مع اللي احنا بنقول عليهم قاده مجتمعيين، فدول بيبقوا هم اكثر درايه باحتياجات المجتمع ومين فيهم الاكثر استحقاقا للمساعدات. كمان احنا من قبل ازمه كورونا كنا بنشتغل مع مجتمعات اللاجئين والمهاجرين، فدول كانوا اكتر ناس لانهم بيشتغلوا بالشكل العماله يوميه، فدول من اكتر الناس اللي اتاثرت بالحظر او وقف
العمل، او مثلا بيشتغلوا في الكافيهات فالكافيهات قفلت، حاجات زي كده. فبقينا بنقدم يا اما مساعدات ماديه زي فلوس، لان هم ما بقوش يقدروا يدفعوا الايجار مثلا لان بسبب تاثر الدخل، او كمان مساعدات غذائيه في صوره حزمه غذائيه، وكمان مساعدات حزمه نظافه فيها بقى الماسكات والكحول والكلور للتنظيف، لان ده جزء من استكمال الخدمه. ما ينفعش بقى اقول له لازم تعمل 1 2 3 عشان تحمي نفسك، هو ما عندوش اصلا 1 2 3، فجزء من طب اتفضل الادوات علشان تقدر تحمي نفسك واسرتك. الدكتوره سلمى، حضرتك اتكلمتي اكتر من مره عن المتطوعين، برضو في التقرير تم الكلام عن المتطوعين. بدايه حابين نتعرف على المتطوعين، يعني بالتقريب هما عددهم، ولو حد فعلا عايز يتطوع للهلال الاحمر المصري يعمل ايه؟ حلو قوي. الهلال الاحمر المصري بيعتمد بشكل كبير على المتطوعين المجتمعيين في التنفيذ. عندنا فرع في كل محافظه، 27 فرع. المتطوعين تقريبا عددهم 30,000 متطوع، دول المتطوعين الحقيقيين. يعني ايه حقيقيين؟ احنا السنه اللي فاتت بقى عندنا متطوعين اونلاين، اللي هو احنا ما شفناهمش قبل كده، بس اطلقنا حمله اسمها متطوع في كل شارع. عن طريق هم بيسجلوا اونلاين وبيقولوا انا هنا، لو انتوا ممكن اساعد في حاجه انا مستعد. ما شفناهمش قبل كده صحيح، لكن هم برضو بيتلقوا تدريبات عن طريق البرامج اللي كلنا اتعلمناها في السنه اللي فاتت، علشان يقدروا برضو زي ما قلنا ان هم يقدروا يساعدوا مجتمعاتهم بشكل صحيح، ويبقى عندهم معلومات سليمه او صحيحه يقدروا يساعدوا بيها المجتمعات. فمتطوعين حقيقيين ومتطوعين اونلاين. الاونلاين دول بيقوموا بتقديم خدمات اونلاين، ولا بيتم التواصل معاهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني بالظبط احنا بنتواصل معاهم، كل حاجه يعني مش ملموسه، احنا بنتواصل معاهم عن طريق الاونلاين، عن طريق المنصات المختلفه. هم كمان يا اما بيساعدونا في نشر الرسائل، يا اما في مجتمعهم الصغير اللي هو عيلتهم او بيتهم او شارعهم، هم بيساعدوا في نشر رفع الوعي في المجتمع بتاعهم. الحقيقه ان من خلال الفروع اي حد في اي محافظه من سن 18 لحد مفتوح ممكن يتطوع في الهلال الاحمر المصري. في حاجات كتير ممكن يعملها، فاي حد، كل حد، مش اي حد، كل حد عنده حاجه يعملها في الهلال الاحمر المصري، سواء في التوعيه، في تقديم الاسعافات الاوليه، سواء في تقديم خدمات الطبيه او الدعم النفسي، حتى الحرف اليدويه، فده كمان ممكن يبقى متطوع ويعلم بيها الناس اللي في محتاجه تتعلم الحرف دي. طب ده كلام جميل جدا، لكن احنا عايزين نعرف ايضا دور الهلال الاحمر المصري في دعم المسنين ودور الايتام ازاي؟ برضو الفئات اللي هي اول او اخر السن، او اللي هي الصغيرين قوي او الكبار قوي المسنين، احنا بنقول دول اللي هم اكثر عرضه للامراض، وكانت من الفئات اللي احنا خايفين عليهم في فتره كورونا. فقدمنا لهم دعم خاص في صوره توعيه صحيه في دور الايتام ودور المسنين ودور رعايه المسنين، توعيه صحيه وخدمات صحيه في صوره مسح طبي باطباء من تخصصات مختلفه، وكمان قدمنا تطعيمات مجانيه لفيروس الانفلونزا، بحيث ان احنا نقدر نساعد في استجابتهم او عدم تعرضهم للانفلونزا الموسميه. فكل هذه الخدمات بنحاول نقدمها طبعا بجانب التعقيم والتطهير للدور الرعايه، بحيث ان احنا نحاول نحافظ عليهم من او نحد من انتشار العدوى. يعني هل في عندكم خطه في الهلال الاحمر المصري لو لا قدر الله حصل تفشي لفيروس كورونا اكثر من كده؟ يعني لذروات التفشي لفيروس كورونا؟ في الحالة دي احنا بنساعد في فكرة المستشفيات الميدانية وفكرة كمان المستشفيات، لان الهلال الاحمر المصري بيملك اكتر من مستشفى في اكتر من محافظة، فاحنا بنساعد في الاستجابة او رعاية
مرضى. في حاجة تانية كمان، احنا عندنا عيادة افتراضية. العيادة دي هو نفس الرقم الخط الساخن بتاع الهلال الأحمر المصري اللي ذكر من شوية، بيتم الاتصال عليه وبيتم التحويل في دكتور هو اللي بيرد، طبعا طبيب متخصص بيرد لو حد محتاج مساعدة في العلاج أو في متابعة الأعراض. فده من ضمن المساعدات في حال تفشي حد حاسس أن عنده أعراض بس مش قادر ينزل يروح مستشفى أو ما فيش مكان يروح مستشفى. كمان العيادات المتنقلة هيبقى احنا بيتم التجهيز دلوقتي علشان نبقى أكثر قدرة على الاستجابة في حال مثلا نقص زي اللي شفناه من كذا شهر، نقص أماكن الرعاية، فيبقى عندنا نقدر نساعد في الرعاية المنزلية بالأكسجين أو بمتخصصين يقدروا يقدموا الخدمة في البيت. دي فكرة محتاجة مزيد من التوضيح، يعني إزاي هيكون متخصصين في بيقدموا، يعني هل هو مثلا هيتم الإبلاغ عن الحالة وهو اللي هيروح لها اللي عليها في البيت، وإزاي ده هيتم تعميمه؟ الحقيقة إن لو حالة محتاجة مستشفى فهي لازم تبقى في المستشفى، بس في حالات ممكن يتم رعايتها في البيت، بس ممكن الناس تبقى ما عندهاش دراية قوي إن هي ترعى حالة في البيت، يعني كمستويات مختلفة من المعرفة، فده ممكن يروح لهم بيتم فيه طبيب أو أخصائي تمريض بيروح يقدر مثلا يساعد على قياس الحرارة، قياس نسبة الأكسجين في الدم، ويقدم الأدوية أو الرعاية الطبية بشكل متخصص أكتر. في أيضا الدعم النفسي لمرضى كورونا، إزاي بتتم جمعية الهلال الأحمر المصري بتقدم هذا الدعم؟ من الحاجات فعلا اللي تم تدشينها في الفترة اللي فاتت هي غرفة الدعم النفسي، ودول متطوعين موجودين كل يوم مدربين على الدعم النفسي الاجتماعي، بيقدموا خدمات الدعم النفسي لمرضى الكورونا والمرضى اللي في العزل. الحقيقة إن إحنا سهل بنقول إن الناس تعمل عزل منزلي، لكن الحبسة في البيت دي مش حاجة سهلة، مش كل الناس واخدة عليها، والحبسة في أوضة كمان هي دي حاجة من الضغط جامد على الصحة النفسية بالضبط. فالمتطوعين بيقوموا بممكن أي حد يتصل على الخط الساخن وهو يقدر ياخد مساعدات، إزاي يقدر ياخد دعم لصحته النفسية، إزاي ممكن يساعد جسمه إن هو يتأقلم على الحركة القليلة أو إن هو ما بيتعرضش لأماكن مختلفة كل يوم. كمان احنا ممكن يعني لو حد محتاج مساعدة اكثر متخصصة بيتم الاتصال به من شخص متخصص اخصائي نفسي بحيث ان هو يتابعه يوم بعد يوم لحد ما يخلص فترة العزل بتاعه، بحيث ان هو يبقى اقل تأثرا من ناحية الصحة النفسية. هل في تحديات معينة بتواجهكم في عملكم من خلال كلكم متطوعين؟ في تحديات معينة بتواجهكم محتاجين انكم تتغلبوا عليها في الهلال الاحمر المصري؟ ايه ابرز التحديات؟ الحقيقه يمكن ان كل يوم في جديد، ان احنا ما فيش التخطيط للازمات من هو في حد ذاته تحدي، يعني كل دايما احنا يعني من سنه فاتت ما كناش متخيلين ان هنوصل لكده، ان المرض هيقفل البلد تماما او الكوكب كله تماما، الحقيقه مش البلد بس، فان مفيش احنا بنتعامل مع اللامتوقع، مهم ان احنا ايه غرفة العمليات بتغير بتحاول تجدد الخطة كل يوم مع التطور الموقف، فده مهم بيحتاج الناس تبقى موجودة، يعني في وجود تقسيم العمل وتقسيم الافراد، لا احنا موجودين بكل يوم فول تايم. يعني نتوقف مع هذا الفصل ونعود لحضرتك. الفترة اللي فيها من أول ما بدأت جائحة كورونا الهلال الأحمر قام بعدد من التدخلات، طبعا لمواجهة الفيروس مع وزارة الصحة، لأن طبعا الأزمة كانت كبيرة جدا ومفاجأة للجميع، فكان لازم الهلال الأحمر يبقى له دور ودور قوي على أرض الواقع. يعني احنا الحقيقه قمنا بحاجات كتيره جدا من ضمنها التطهير والتعقيم والقوافل الطبيه، بس كان من ضمن الخدمات الكتيره اللي احنا قمنا بيها هي خدمه العربيات المتنقله اللي قدرنا بيها ان احنا نواجه الازمه دي، من ضمنهم العربيات اللي هي كانت صغيره
فكانت فيها كأنها عيادة منزلية فيها كل أجهزة التنفس وأجهزة قياس الأكسجين وأجهزة البخار وأجهزة قياس السكر والدم والضغط وكل الحاجات دي. فدي كانت بتسعف في الأماكن اللي هي مثلا أولمبيات، أماكن فيها تجمعات، تبقى موجودة للعمل اللازم في الفترة دي. برضو في عربيات تانية كانت بتنقل في المتطوعين، عربيات تانية للتطهير والتعقيم، أوتوبيسات كبيرة فيها عربيات متنقلة زي عيادة متنقلة بصيدلية متنقلة، كل دي تقدمت خدمات فيها برضو أجهزة معامل علشان خاطر نقدر نحنا نسحب عينة ونعمل عينة سريعة. دي طبعا كانت بتفيد المريض إن هو يقدر إنه في تدخل سريع. برضو في نفس العربيات كان فيها برضو بعض العربيات كان بيبقى معاها خيمة صغيرة جنب العربية، الخيمة دي فيها استريتش اب، بننقل المريض للخيمة دي، بنركب له محلول، بنقدم له الخدمات الإسعافية اللازمة لغاية لما نقدر إن إيه تيجي مثلا عربية إسعاف أو أي خدمة تدخلية أخرى تقدر تتعمل. اهلا بكم دكتورة سلمى سلوك مديرة وحدة التوعية الصحية بجامعة الهلال الأحمر المصري. طبعا سينا جزء مهم جدا وغالي من أرض الوطن. ايه بقى يعني جهود جامعة الهلال الأحمر المصري لتنمية سيناء وايضا التوعية بفيروس كورونا والمساعدة فيه؟ الحقيقة أن الهلال الأحمر المصري عنده فرع قوي جدا في شمال سيناء من سنين كتير، من أكتر من سنة وإحنا بنتدخل، من 2017 بنتدخل في شمال سيناء خصوصا بخدمات الدعم النفسي الاجتماعي، كان بارز جدا في 2017 بعد حادثة الروضة. تم فيها تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي لأهالي القرية وإعادة تمكين السيدات، فتم تدريبهم مثلا على حرف زي مثلا النول أو الحاجات اللي يقدروا يعملوا بيها أنشطة مدرة للدخل، وتدريب الأطفال على أنشطة بحيث إن هم يقدروا يخرجوا من الصدمات. تم بعدها التدخل لتقديم خدمات شاملة لشمال سيناء، من خدمات الصحية، القوافل الطبية، تقديم تدريبات في المدارس لأطفال المدارس، تطوير المدارس نفسها، خدمات التوعية الصحية كمان بالأمراض المختلفة. حتى من قبل فيروس كورونا كنا بنعمل حملات عن الالتهاب الكبدي، الضغط والسكر، التغذية السليمة، كمان الحماية للأطفال ودعم مراكز الصحة الأولية بفكرة نادي الأسرة. نرجع تاني بفكرة إن مركز الصحة ده يبقى مكان آمن، السيدات بيروحوا يقعدوا مع بعض يتكلموا يتناقشوا مع المثقفات الصحيات في أمور مختلفة غير بس إن أنا رايح أدي التطعيم وأرجع. مع بداية أزمة كورونا بدأنا نتدخل برضو بالتنسيق مع المحافظة وزي ما قلت التنسيق مع وكيل وزارة الصحة هناك، والحقيقة أنه هو فعلا شخص متعاون جدا علشان هو على طول بيقول لنا إحنا محتاجين ده وده وده، لكن ده مثلا إحنا مش محتاجينه فأنا عندي كفاية، وده مهم جدا بالنسبة لنا إن إحنا ده فيما يتعلق بمثلا مواد طبية، مواد إغاثية، بالنسبة لتخصصات أكتر حاجة إحنا بنحتاجها هو تخصصات القافلة الطبية، لأن أنا ممكن أفترض إن التخصصات الأساسية هي دي اللي القرية دي محتاجاها مثلا، لكن هو عارف إن التخصصات الأساسية اللي هي نقصد بيها مثلا البطنة والنساء والأطفال، لكن هو عارف ان دكتور الجلدية او مشاكل الجلدية هي دي اكتر مشكلة، اكتر الامراض المنتشرة في القرية دي، فهو بيوضح لنا علشان نقدر نفيد المجتمع في القرية دي بشكل احسن افضل، وفي نفس الوقت ما نبقاش احنا عملنا مجهود في حاجة هي اهل القرية مش محتاجينها. كمان تقديم التوعية الصحية كان مهم جدا من خلال الشباب المتطوعين في محافظة شمال سيناء، من بداية الأزمة عن طريق الندوات بتحقيق فكرة التباعد الاجتماعي، كانوا بيعملوا الحقيقة الشباب ندوات في زي جنينة كبيرة وتحقيق فكرة التباعد وميكروفونات كبيرة، وكمان أونلاين عن طريق صفحات الفيسبوك والجروبات الواتساب. بيتم العمل في شمال سيناء بتنسيق مع المحافظة،
وبالتعاون مع احيانا شركاء مختلفين، هيئه الامم المتحده للطفوله واللجنه الدوليه للصليب الاحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر. فشركائنا في سينا الغاليه كتير، والحقيقه لسه الشغل احنا حاليا النهارده واحنا بنتكلم في قافله طبيه في شمال سينا عشان تقديم خدمات، لسه برضو الناس محتاجة الخدمات الطبية ولكن مش عايزين ينزلوا علشان خوفا من العدوى، فمهم ان احنا نروح لهم لحد عندهم علشان ما يحصلش تأخر في الحالات الطبية اللي محتاجة مساعدة. التركيز اكتر على شمال سيناء من جنوب سيناء، ام انه بالنسبة لتعداد السكان تعداد السكان اكتر في شمال سيناء اكتر من جنوب سيناء، فبالتالي يكون هناك خدمات مكثفة؟ الحقيقة مش موضوع التركيز على قد ما احنا دايما بنعمل تقييم، فتقييم على حسب الاحتياجات، فالفكرة بس في الوصول. يمكن شمال سيناء بسبب الوضع بتاعها الناس السكان ما عندهمش سهولة يمكن في الوصول قوي، فاحنا بالنسبة لنا يمكن هم أولوية ان احنا نروح لحد عندهم اسهل ما هم يجوا يحصلوا على الخدمات، لكن الفروع في كل المحافظات الحقيقه شغاله يعني في كل محافظه قد بعضها. ايضا الهلال الاحمر المصري له دور كبير في مساعده اللاجئين، حابين نتعرف عليه. من اكتر من كذا سنه بدانا نشتغل مع الاخوه اللاجئين السوريين اللي عايشين في مصر والمهاجرين من الاصل الافريقي بشكل عام. بنقدم مختلف الأنشطة، مثلا زي الخدمات الطبية عن طريق العيادات المتنقلة أو العيادات الثابتة في القاهرة الكبرى وفي إسكندرية، وبنقدم كمان خدمات التوعية الصحية عن الأمراض المختلفة. كل مجتمع على حسب الأمراض المنتشرة فيه، يعني مثلا زي الضغط، السكر، التغذية السليمة، أمراض الكبد وهكذا. بنقدم كمان تدريبات مهنية، والتدريبات دي هدفها ان احنا تحسين سبل العيش، بمعنى ان نتدرب على تعلم حرفة والحرفة دي تساعدني ان انا احصل على وظيفة تزود من دخلي. فخدمات مختلفة بيقدمها، والحقيقة كمان ان الهلال الأحمر المصري عنده متطوعين كتير جدا من المجتمع سواء السوري او اليمني او الافريقي، فكلهم شباب لقوا في الهلال الأحمر المصري مساعدات بناءة في المجتمع فحبوا ان هم يشاركوا في تقديمها لمجتمعاتهم. مشاهدينا نتوقف مع هذا الفصل ونعود لحضراتكم. الهلال الأحمر المصري بيشرف اليوم بزيارة لجنة الشباب بالاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، لأول مرة بتختار منطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا لتعقد اجتماعها نصف السنوي، واختارت الهلال الأحمر المصري هذا العام لاستضافة الاجتماع وأيضا لزيارة الجمعية الوطنية. We also had the opportunity to actually meet the volunteers of the Egyptian Red Crescent. We visited the youth club where we really shown the different aspects of youth volunteering within the Egyptian Red Crescent. From the first aid and emergency responses to the arts and sports and music that they produce, and it really gave us a good insight in what volunteering at the Egyptian Red Crescent means. We've been really inspired to see the work that the Egyptian Red Crescent has been doing in terms of integrating young people and volunteers, because I think what we see is the need to really get young people as part of not just service providers or volunteers, but also to be part of leadership and management. And today we can see that the Egyptian Red Crescent Society and its volunteers are always ready to provide needed support to the Egyptian people and to the most, say, vulnerable people in the Egypt. دور الهلال الأحمر المصري منه بس بمصر، إنه هو عم بيصير كمان عنده دور، أو أكيد من زمان عنده دور جدا فعال على صعيد المنطقة وعلى صعيد العالم. حقيقة إنه أندية الشباب هي نموذج مميز جدا بيقوم به الهلال الأحمر المصري، لأنه لا يعني فقط بالشباب كمتطوعين، ولكن أيضا بيعني بيهم بتطوير مهاراتهم سواء مهاراتهم الحياتية أو القيادية. أعتقد إنه نموذج فريد في جذب التطوع والمتطوعين للحركة الدولية للهلال الأحمر.
بنجدد التحية مشاهدينا الدكتورة سلمى بسلوت. يعني احنا حابين نتعرف على دور القوافل في الهلال الأحمر المصري. الوصول بالخدمات للمجتمعات في مكانها او تسهيل الوصول للخدمات الطبية هو من اهم من ابرز الاهتمامات في السنة دي، مع الحظر وتحويل المستشفيات لمستشفيات عزل، فبقى ده حاجة مهمة جدا علشان نقدر نقدم الخدمات الطبية. القوافل الطبية بتتم اما في صورة عيادة متنقلة عبارة عن عربية، والعربية دي متقسمة زي عيادات وصيدلية، بيتم الكشف على أهالي المجتمع وتقديم الأدوية اللازمة، يا إما في مقرات الهلال الأحمر المصري في المحافظات المختلفة، وكمان بيتم تنفيذ القوافل بالتعاون مع وزارة الصحة في مراكز الصحة الأولية. بنستعين بالمركز، المركز الصحة طبعا بيبقى فيه شخص مش متخصص، ممارس عام او طبيب عام، فاحنا بنروح مثلا بعد الميعاد ده بنبقى منسقين مع المحافظه واداره المركز، بنقدم التخصص الكشوفات التخصصيه زي مثلا العظام او الرمد او هكذا، علشان نقدر نسهل على اهالي المجتمع الحصول على الخدمه الطبيه بشكل اسرع. استراتيجية الهلال الأحمر المصري في مواجهة الكوارث بشكل عام. الحقيقة أن الهلال الأحمر المصري هو عضو أساسي في غرفة الأزمات والكوارث لمجلس الوزراء، ودايما بيحصل على المعلومات بأول بأول، وبيتدخل في معاونة الدولة في فترة الأزمات والكوارث. مثلا في مواجهة السيول، فإنقاذ المناطق أو إنقاذ العربيات اللي بيتم غرزها مع الأمطار، فده مثلا في كل مختلف الأزمات بيبقى عندنا استراتيجية للاستجابة. ماذا عن حملات التبرع بالدم؟ الحقيقة أن موضوع التبرع بالدم ده من التخصصات الأساسية للهلال الأحمر المصري، وبنك الدم المركزي هو من مساندي الدولة في وقت الأزمات. برز ده في أزمات كتير، في حوادث زي مثلا حادثة محطة نصر من سنتين، والمجتمع المصري بيثق في الهلال الأحمر المصري في المجال ده، وكان الناس راحت عشان تتبرع بشكل كبير جدا لبنك الدم المركزي في رمسيس، وكان المخزون هو دايما احنا بنعتبره المخزون الاستراتيجي للدم علشان نقدر نساعد في البلد في وقت الازمات والكوارث. بالعوده بقى للكلام عن فيروس كورونا، هل الهلال الاحمر المصري يدور في تعقيم الانديه؟ الحقيقه ان احنا عندنا فريق كبير جدا للتعقيم والتطهير، سواء الانديه فعلا او الاماكن العامه زي مثلا مكاتب البريد او الاماكن اللي بيتكدس عليها الجمهور زي البنوك. بيتم التنفيذ ده بخطه مع التنسيق مع المحافظه او بتواصل مباشر بين الجهه وبين الهلال الاحمر المصري، ان هم بيبعتوا يقولوا احنا محتاجين نعمل حمله تطهير وتعقيم. فكل مكان بيتردد عليه الجمهور بشكل كبير ده بيستفيد من خدمه التطهير والتعقيم. احنا الحقيقه في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر للدكتوره سلمى سلوت مدير وحده التوعيه الصحيه بجمعيه الهلال الاحمر المصري. شكرا جزيلا. شكرا لك. اشكركم مشاهدينا الاعزاء، بكره ان شاء الله اسره عمل جديده وملفات، فالى اللقاء.